السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد شفيق مدرب الأصوات والمقامات، والنهاردة حلقة جديدة من برنامج ألحان السماء. إيه رأيكم في الانترو الجديد؟ مش عايز أقول لكم الباشمهندس أحمد نصار تعب قد إيه علشان يعمله لي، فلو عجبكم أرجو أنكم تدعوله وتفرحوه زي ما هو فرحني وفرحكم كلكم. بيتجدد لقائنا النهاردة في حلقة جديدة من حلقات برنامج ألحان السماء مع فضيلة القارئ والمبتهل فضيلة الشيخ كامل يوسف البهتيمي. سيدنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الصوت الفولاذي، الصوت الجبار اللي ما تسمعلوش لا زنة ولا خروشة، لا في قرار ولا في جواب، بيقول قرار بيلمع والجواب ألمع وألمع ولا كأنه طالع جواب. من آخر حلقة في البرنامج ده وأنا عمال أحضر في حلقة الشيخ كامل يوسف البهتيمي، أنا سمعت طبعا تلاواته كلها قبل كده بس بسمعها تاني بقى علشان أختار واحدة أقدمها لكم. أنا عايز أعرضهم كلهم والله العظيم محتار، ما أنا مش عارف أقدم لكم إيه، فربنا يسهل بقى واختيار يعجبكم إن شاء الله. سيدنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي اتولد سنة 1922 في حي بهتيم بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، وهو عنده 6 سنوات أبوه خده من إيده وده الكتاب علشان يحفظ القرآن، ودي السمة اللي كانت منتشرة في مصر في هذا العصر. حفظ القرآن وختمه وهو عنده 10 سنوات، وزي أي طفل مشاكس كان بياخد بعضه ويطلع على المسجد بتاع القرية قبل صلاة العصر ويقعد يقرأ قرآن مع نفسه في قلب الجامع بصوت جميل وبصوت عالي علشان الناس تسمعه، وكان واثق في نفسه جدا وما خدش موافقة حد ولا إذن حد إنه يقرأ. هو كان بيروح يقعد في الجامع وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقعد يديها لحد أذان العصر، وكان يجي موعد الأذان فيطلب الشيخ كامل يوسف البهتيمي اللي هو كان اسمه اللي هو اسمه الحقيقي محمد زكي يوسف البهتيمي. محمد زكي ده استبدلوها بكامل، كان في اسم شهرة واسم حكومة زمان يعني، فكان يروح لمؤذن الجامع ويقول له أنا عايز أدن، يقول له لأ ما انتش مدن عند بقى، منش هتدن أنا اللي هد. فكان يعمل إيه؟ كانوا خلصوا صلاة عصر، الناس ما كانوش بيجوا قبل الصلاة بس موجودين بعد الصلاة، يخلصوا من هنا ويروح جاي قاعد قاري بصوت عالي واللي يعرف يحشني يحشني بقى. فكان الناس واحدة في واحدة مرة وفي مرة يلتفوا حواليه ويقعدوا يسمعوه لأنهم انجذبوا لخامة صوته الجميلة وأداؤه الحلو، وكان بيحب يقلد الشيخ محمد سلامة والشيخ محمد رفعت. فبدأ الناس يسألوا مين الطفل اللي قاعد يقرأ ده، مين الشاب الصغير اللي قاعد يقرأ في المسجد، عايزين نعرف ابن مين، وبدأوا يعجبوا بصوته ويعرفوا هو مين، وبدأوا انهم يحضروا مخصوص في الوقت اللي هو بيقرأ فيه القرآن بعد صلاة العصر. فلما عم الشيخ المؤذن بتاع المسجد لقى ان الناس بتحبه قال خلاص، هو خلاص فرض نفسه على الناس وفرض نفسه عليا، ادني يا عم كامل، ادن يا عم الشيخ كامل، تعال ادن العصر. فبقى برنامج يومي يدن العصر ويصلم ويقعد يقرأ قرآن والناس تلتف حواليه لحد ما بدأوا يطلبوه في الحفلات والليالي الصغيرة اللي داخل القرية. سمع بالواقعة دي الشيخ محمد الصيفي وكان قاعد في القاهرة، فشاف يوم فاضي كان فاضي فيه وراح جاي رايح على بهتيم، راح المسجد ده وقعد يسمع من غير ما يعرف حد انه رايح ولا يقول لحد هو مين. سمع الشيخ كامل وأعجب جدا بصوته، فطلب منه أنه يقابل والده وقال له أنا هتبناه وهاخده معايا القاهرة أعلمه وأبدأ أن أنا أأسسه مظبوط ويقيم معي علشان ربنا ينفعنا به يعني، ونكون سبب في أنه يكون مشهور. وبالفعل والده وافق وخده معاه وطلعوا على القاهرة، قعدوا في بيته وبدأ ياخده معاه كواحد من بطانته وبيقدمه في فقرات فردية داخل برنامج الحفل بتاعه، وكان يخليه يقرأ كمان قرآن لأنه كان قارئ ومنشد، فكان بدأ يعرضه للجمهور، فأصبح أن في فئة من الناس بتحضر للشيخ محمد الصيفي علشان تسمع الشيخ كامل البهتيمي. وبدأ بالفعل يطلع ليالي خاصة به، وأول أجر ليه كان 25 قرش. بدأ يتدرج في الشهرة وصيته يزيع في أنحاء الجمهورية وبدأ يحيي الليالي، وبدأ ان هو يعمل لنفسه تواشيح ويعمل مدرسة خاصة في الأداء لنفسه، وبالفعل تقدم للإذاعة والتحق بها سنة 46 يعني كان عنده 24 سنة.
ربنا كرمه وعمل شهرة كويسة جدا وفلوس كتير جدا، فاستأذن الشيخ محمد الصيفي ان هو يبني لنفسه بيت، يشتري حتة ارض ويبنيها، وشكره طبعا على حسن ضيافته طول الفترة دي قاعد في بيت الشيخ محمد الصيفي لحد ما بنى لنفسه بيت في القاهرة برضو، واقام في القاهرة وبدأ ان هو يأسس لنفسه حياته المستقلة. اعجب بيه جمال عبد الناصر ويعينه قارئ القصر الجمهوري، وفي سنة 67 كان في حفلة في بورسعيد، فوجئ الناس ان هو على غير عادته، يعني بعد ما قرأ شوية بدأ شكله يتغير وأداؤه يتغير، وبعدين انقطع عن التلاوة وفقد النطق، ما بقاش قادر ينطق. ساعتها خدوه طلعوا على المستشفى، فوجئوا انه بعد اسبوع اصيب بشلل نصفي، وقيل في الوقت ده ان هو تعرض لمحاولة اغتيال، تعرض للقتل، في حد حطله حاجة مادة معينة في القهوة اللي كان بيشربها قبل التلاوة. بعد شوية ربنا تم شفاه على خير ورجع تاني يقرأ، ولكن صحته أصبحت في النازل لحد ما أصيب بنزيف في المخ وهو قائم يصلي وهو عنده 47 سنة، وتوفي يوم 6 فبراير سنة 69. ترك للإذاعة المصرية العديد من التلاوات الرائعة، رائعة الوصف والجمال، والعديد من الابتهالات والتوشيح الجميلة جدا، زي توشيح فؤادي غدا من شدة الوجد في ظما، وتوشيح مهجتي قد نلت كل الأربي. يعني أعمال، إحنا لو قعدنا نفصص أعمال سيدنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي عمل عمل، والله ما هنزهق ولا أنتوا هتزهقوا منه، لأنه بالفعل أسطورة، أسطورة في الأداء، وأسطورة في الصوت، وأسطورة في الأخلاق، المثال النموذجي لقارئ القرآن والمنشد المتمكن. اخترت لكم من تلاواته تسجيل سورة إبراهيم، واللي إن شاء الله نستمتع بيها مع بعض النهاردة. قبل ما نبدأ التلاوة، لو ما عملتش اشتراك في القناة أرجو أنك تعمل اشتراك في القناة، أرجو أنك تقعد في مكان هادي وتبدأ تعيش مع سيدنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وسلم له قلبك وعقلك وكل جوارحك. يلا بينا نبدأ بسم الله. الله، بادئ من مقام البياتي على درجة الدو. وللعلم أنا حاولت أنقح التلاوة، نقحتها بالفعل لكن ما عجبتنيش، يعني التلاوات دي من غير عبق الماضي وشخشخة التاريخ ما بتبقاش حلوة، صدقوني والله ما كانتش حلوة خالص، فاضطريت ان انا يدوب احسن من جودتها سنة بسيطة من غير ما اطمس ملامحها الاصلية، فارجو انكم تعذروني على تعلقي او تمسكي بالنقطة دي، ونكمل مع بعض. براعة وحسن استهلال، شايف السلاسة اللي بيقرأ بيها، ما بيقرأش بقرار منخفض قوي، يعني بادئ برضو بطبقة مرتاحة جدا، مش بادئ من طبقة منخفضة، لا بادئ مرتاح، بادئ بداية هادية وناعمة جدا، وما بيضغطش على صوته فيها، يعني ما تحسش في صوته بأي تشنج ولا أي ارتباك ولا أي تكلف ولا أي تصنع ولا أي حاجة من الحاجات دي. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم. الله، شايفين العربة في يوم؟ أن يأتي يوم، عربة جميلة. اللي حابب يتعلم قرآن مجود
يستمع إلى هذه الإبداعات وإلى هذه التفاصيل. راح لمنطقة الوسط في مقام البياتي. الله الله الله، تصفية مقام البياتي كما ينبغي أن يكون. جاب الشوري وقفل البياتي في القرار. الله الذي خلق السماوات والأرض. الله، راح هنا للدرجة السابعة من البياتي وعمل رست زي ما سمعناها من الشيخ الشحات محمد أنور. وهذه النقلة على غير المألوف، يعني إيه؟ الشائع إنك بتطلع من البياتي للرست بتطلع للدرجة الرابعة، لكن هو ما عملش كده، وطلع للسبعة. في بعض الناس بيعملوا الحكاية دي أو النقلة دي كنقلة عرضية، إن هو بيجيب إن هو بيلمس جنس الرست اللي على الدرجة السابعة دي، يرجع تاني يختم بياتي وينتقل للرست الأساسي من الرابعة. أنا عارف إن الكلام قد يكون صعب شوية على البعض منكم، لكن لو لقيت إن في صعوبة ما تنساش إن إحنا شارحين المقامات الأساسية كلها بالتفصيل الممل، وهتلاقي الرابط تحت الفيديو، وكمان شارحين أسس وقواعد الانتقالات قطعنا فيها شوط كويس، أرجو إنك ترجع لها علشان تبقى متابع معانا واحدة بواحدة، وعلشان تبقى فاهم المصطلحات اللي إحنا بنقولها، وعلشان تبقى سميع كويس. وأنزل من السماء رجع تاني مقام البياتي. عمل ايه بعد الرست؟ طلع درجة واحدة. قال البياتي من الجواب، من الدو جواب، يعني هو كان رست السي بقى بياتي الدو جواب. طيب ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان الرست اللي انتقل له ما كانش هو الرست اللي يقصده، هي كانت حلية او تعريبة علشان يكسر الملل لو حصل ملل من مقام البياتي. بأنها حلقة هتغلبنا وتتعبنا وهيقعد يلففنا وراها. نركز، الله يرضى عليكم، نكمل. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. يا سلام على دفا البياتي من الجواب.
لكم الأنهار. الله على القفلة والوقفة. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الله 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 الله، بادئ يطلع لمرحلة جواب الجواب، وبيتحرك في الأكتاف الثاني في أكتاف جواب البياتي، وطلع لحد نصه. وشايفين البحة اللي قالها في الشمس؟ تعال نسمعها تاني. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الله الله. وسخر لكم الليل والنهار. الله 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 الله. جمل قصيرة ماشي واحدة واحدة. الله الذي خلق السماوات والأرض. كل ده بياتي. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله الله. القفلات بتاعته مختلفة، يعني قفلات البياتي بتاعته مش زي أي بياتي بنسمعه، مختلف. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. ياه يا رب، ده كله في الجواب، ده كله واقف في منطقة الجواب، واقف في جواب البياتي، بيطلع لجواب الجواب ويرجع. وسخر لكم الأنهار. بياتي شوري في الجواب. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر. قفلت بياتي رائعة رائعة رائعة. اللي كان بيعمل القفلة دي كتير برضو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في مقام البياتي. وآتاكم من كل ما سألتموه. شوري في الجواب، بياتي شوري في الجواب. الله، اخيرا رجع لارض الوطن بسلام، رجع للقرار، وقراره ما تعبش لما قعد كتير في الجواب. هو مش زينا يا جماعه. ان الانسان لظلوم كفار. اللهم صل على النبي. شايفين قفله البياتي عامله ازاي؟ الرجوع للاستقرار وللركوز عاملة ازاي؟ سلطن البادي خالص ازاي؟ وإن قال إبراهيم رب جعل
الله الله الله، ايه ده؟ نهاوند على جواب البياتي، يعني على نفس درجة البياتي عمل نهاوند، لكن مش من القرار، من الجواب. مين اللي كان بيعمل كده من اللي فاتهم؟ مش هقول مين، يا ريت حد من حضراتكم اللي يجاوب ويقول في الكومنتات. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. يا رب، قفلت النهاوند عاملة ازاي؟ ايه ده؟ جواب النهاوند، طلع لجواب الجواب مرتاح. شايفين البحة اللي ظهرت كمان في جواب الجواب؟ بحة صافية، بحة طبيعية، بحة في أصل صوته. هل صوته مخنوق؟ هل صوته يشير إلى إنه تعبان؟ هل صوته بيدل إن هو بيقول بتكلف؟ مفيش الكلام ده، زي أكنه بالقرار. صوته عريض واسع، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لما كانوا بيسألوه بيقولوا له انت بتتمرن ازاي؟ قال ما بقعدش، ما ببطلش شغل. طب ازاي هو كل يوم في شغل؟ لا، انا اليوم اللي ما فيش فيه شغل بروح الجامع اقرا قران العصر، قران الجمعه، قران، المهم اقرا في اي حته، اقرا قدام جمهور علشان اكون بقرا صح وبتمرن صح. ودي حاجه نتعلمها منه، مارس، لم زمايلك واقعد اقرا، هات اهلك واقعد واعمل لهم ليله، هات اصحابك يا عم واقعد اقرا لهم، هات اصحابك يا عم واعزمني واعمل لنا عشاء ونقعد نسمع، ناكل ونسمعك، مفيش مشكله. المهم انك ما تبطلش قرايه، ما تبطلش قرايه صح علشان صوتك ما يصديش، احنا صوتنا صدى من ركنه. كمل. رجع لقرار النهاوند عمل عليه رصد، يعني نقل بقى من رصد خلاص، بس من القرار بقى. الله، اللمسة اللي فاتت دي في ومن عصاني دي كانت مقام السوزنك. ومن عصاني، دي سوزنك. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ده سوزنك، اسمعها منه تاني. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله. طيب لو كان قالها رست عادي كتبها ازاي؟ ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الفرق ومن عصاني، ده السوزنك الرست العادي، ومن عصاني ناشفة شوية. كمل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند
جواب الرست كما ينبغي أن يكون، لكن شوف التدرج في طلعة مقام الرست أو في جواب الرست عامل إزاي. ما رصهاش كده، لا، قالها ربنا ربنا، شتان الفارق بين صوته وصوتي. صوتي يبان ان في فعلا ضغط في الجواب، انما هو عنده مفيش يا عم الحاج، ما عندوش سقف. لكن يعني احنا هنروح فين جنبهم؟ خليك في التدرج، يعني سيبك من صوتي خالص، بص كيفية التدرج عاملة ازاي. ربنا ما قالش ربنا، ما قالش ربنا ربنا كده، لا، قالها متدرجة، وده دليل على تمكنه. يعني هو بيقول السلم كما ينبغي أن يكون، بيقول السلم بحذافيره أكنه بيعزف على صوته، على أحباله الصوتية. ده ناهيك عن الإحساس الجميل جدا وهو في مرحلة في منطقة الجواب، وقرب من جواب الجواب، يعني هو في نص مقام الرست في الأوكتاف الثاني، قرب من جواب الجواب، وبيقرأ بالإحساس ده وبالشجن ده. نكمل يا سيدي، نسمع مرة كمان. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. شايف العرب والبحات اللي موجودة في الجواب؟ كلمة بواد عند بيتك المحرم، العربة اللي في بواد وفي المحرم، البحة، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الفنيات دي ما بتتقالش الا في المنطقة المريحة في صوتك، هي دي المنطقة المريحة في صوته. سبحان العاطي الوهاب، يزيد في الخلق ما يشاء. ربنا سوزنك في الجواب، يعني قال جواب كمان اهو بس طريقه مختلفه، ما لهمش زي بعض. ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي الله 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 الله، قرار مقام الرست. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي. في الآية دي ظهر لنا بشكل واضح قوي تمكنه من الانعطاف الصوتي والقفزات بصوته، حيث قفز من الجواب للقرار بكل أريحية وبكل بساطة. اسمع. وارزقهم من ثمرات لعلهم، بيقفز. انا قلتها طبعا في اكتاف اقل منه، قلتها في درجات اقل منه عشان ما اقعدش اصرخ والم عليا الجيران. شايف القفزات عامله ازاي؟ بيقف على الدرجه بالملي، بينط بالظبط، يعني هو المقاس بتاع القفزه مظبوط بالملي. طب انا اظبط الكلام ده ازاي؟ انا كقارئ مبتدئ اظبط الدرجات ازاي؟ موجود ليها تمارين يا عم الحاج، سلسله فوكال كلاب اللي اتعملت سلسله 10 فيديوهات اتشافت بسم الله ما شاء الله 300 مشاهدة.
ارجع شوف، انا ما بعملهاش ليا السلسله دي والله، ارجع شوف القفزات بتتعلمها ازاي. وعمك معتمد بيت ده اهوت عشان نقوم نصلي. كده كده الكاميرا هتفصل، نكتفي بهذا القدر النهارده ان شاء الله، ونكمل في يوم تاني لا ادري اي يوم سيكون، لكن ربنا يدينا ويديكم الصحه وطول العمر، وان كان في العمر بقيه نستكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي الى ان نلتقي، كان معكم احمد شفيق.